شاء الله. كاترينا, what is the most difficult game you played with أهلي in Arabic Championship? Most difficult game. Maybe Tunis. Tunis, Safaks Tunis. Yes. It was most difficult. Because we must won. Yes. Won. It's very important for us. First, they already first. They have two professional players, one from I think Ukraine and Ukraine, and yes, one from Ukraine and Brazil. Brazil, yeah, and a very, very, very good team and a very disciplined team. Yes. You saw that. يمكن انا سالتها ايه اصعب ماتش لعبته في البطوله, قالت الصفاقسي, الصفاقسي فرقه كويسه, يعني نفس الكلام اللي قاله كابتن حمدي الصافي. طبعا هي اكيد ما كانتش فاهمه الكلام اللي كان بيقوله كابتن حمدي, بس ده بياكد معلومه مهمه انه الجهاز الفني واللاعبين بيبقوا شايفين نفس الرؤيه. يعني كابتن حمدي قال ان ماتش الصفاقسي اصعب ماتش, هي كمان حاسه ان ده ان هو كان اصعب ماتش وانه كان لازم نكسبه, خاصه ان هم في اتنين اجانب يعني كان مهمين جدا ان هم يكسبوا الماتش.